انت هتذبحها يا مروان ولا ايه؟ انا كده لو قلت كلام محترم جدا جدا من هنا. اول مره حد يجيب ماما كان في شرف كونه. هي اصلا يا مروان سالكه من الصن من ظهر الصينيه تحت. تدم الشفاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. بشكركم جدا على سؤالكم الدائم الدائم، بجد ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. بجد اسعدتوني جدا بتعليقاتكم امبارح، يا رب كده يجعلنا دايما بخير جميعا ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. وكل عام وانتم بخير طبعا، بدايه رجب يعني ربنا كده يجعلها دايما كل سنه كده نكون جميعا بخير وكل حبايبنا يكونوا معانا ويرزقنا يا رب بكل ما نتمناه يا رب العالمين. والنهارده بقى انا حبيت اشارك معاكم يعني بيوم من ايامي وانا عند ماما. بصراحه يعني القعده عندها هناك كانت جميله جدا الحمد لله رب العالمين، يعني الايام كلها كانت احلى من بعض. كنا هنا ماما عامله لنا بيتزا، صحينا من النوم والله لقيناها عامله صينيه البيتزا الكبيره دي بحجم الفرن كله، فمروان كان عمال يقطع بقى للي عايز ومسك السكينه وفرحان، بس انا طبعا واقفاله وبس يعني عملت القهوه انا كمان وبسكوت وكل الولاد فطروا وقلنا بقى عايزين نغير جو. بس تعالوا اوريكم البلكونه اللي ماما عملتها بقى قفلتها ازاي، هتعجبكم ان شاء الله. بس يا مروان هي مفيش نور، البلكونه مضلمه، بس ماما بقى قفلت البلكونه دي عشان الاطفال، هي لسه ايه ان شاء الله هتتظبط اكتر من كده. الستاير احنا فتحناها بس عشان تشوفوا عملت ايه وراها. ده حديد يا ماما صح؟ اه يا حبيبتي حديد في سلك، بس سلك يعني متين قوي جامد زي اللي بيبقى حوالين الاسانسيرات. ايوه هو مش باين قوي عشان الاضاءه اهو، يعني دي كلها ثابته، في حاجات ثابته وفي حاجات ضرف. دي مثلا ضرفه، دي ضرفه اهي ليها اكره لبره بتتفتح لبره اهي، احنا كده فتحناها وبتفتح ضرفه لبره كده وبتتقفل بنفس النظام. بس دي بقى عشان الاطفال ما تلعبش واحنا خايفين عليهم في البلكونه، بيبقوا عايزين يقعدوا براحتهم. الحداد لما جه اخد المقاسات ازاي؟ جه خدها من اول السور لحد فوق صح؟ هي عمل البرواز اللي فوق ده كله طول البلكونه، داير ما يدور البلكونه عمل لك برواز حديد صح؟ اه. وبعدين نازل من الجنب من الجناب كله اللي هو ده كل دي ثوابت، كل ده ثابت ما بيتفتحش. البرواز الحديد ده اللي بسلك عشان الدبان. حلو. وبعدين عمل ضرفه من هنا، ضرفه يمين وضرفه شمال وضرفه شمال، وكل ده ثابت اللي في الثانيه والثالثه والثالثه، كل ده ثابت في النص. وعامله ده عشان الولاد والسور وكده، ما عشان نعلي السور، عشان نعلي السور اكتر عن الطبيعي عملنا ده ثابت حديد اهو ما بيتفتحش ولا بيتقفل، بس طبعا في سلك عشان الدبان اللي بيتفتح. هما بالظبط بالظبط في البلكونه كلها ضرفتين، واحده يمين اهي فتحتها من هنا مشنكل كده، واحده تانية زيها شمال. غير كده كل اللي في البلكونه ثابت، ما فيهوش فتحات خالص، لان احنا كده كده ما بننشرش بره. اه في منشر اهو، بس احنا مش بننشر بره غير في الصيف مثلا. الباقي كله ثابت، والستاير اهي عشان لو حبينا بالليل نقعد من غير ما حد يبقى كاشفنا، او لو الدنيا بتشتي وحط غسيل كده يعني. وبرده عمل لماما هنا حديد كمنشر، حطت عليه هي احبال، وعمل لها هنا ما بين الجار سرداب خشب كده مش عارفه اسمه ايه يعني، بس هو فاصل برضه شبك، وعمل لها بقيه المنشر اهو. وستاير بقى بعرض البلكونه عشان نقفل عليها. الزرع بقى هو اللي محتاجين ان احنا ننظم فيه شويه، عايزين نجيب شوالي شيك كده تكون كبيره تاخد الاشجار، لان دي شجره هتكبر اكتر من كده محتاجه شاليه كبيره ومشايه طبعا كبيره تفرش الارض كلها. ودي الطبليه ودي مشايه برضو صغنونه، يعني حتى لو حاولنا ان احنا نسيب البلكونه مفتوحه لا في دبان بيدخل ولا في اي حاجه. الولاد حتى لو طلعت بتطلع تلعب كوره وبتتبسط جدا من غير ما نقول لهم بس وهصوا خلي بالكم ما تتدلدلوش ما تتشعبطوش كده يعني. فالبلكونه كده بقت مناسبه قوي للاطفال، ما بنخافش منهم عليها ابدا، ما بنخافش عليهم منها ابدا. ماما عامله لي بهارات اهي اللي انتوا دايما بتسالوني عنها، بس المره دي بقى هي حاطه فيها شويه حاجات تانية صح ماما؟ حاطه فيها ايه؟ كده يعني فيها يعني ريحه
زي النعناع، الريحان، الزعتر. نعناع وريحان وزعتر وقشر ليمون ناشف. انتي منشفاه؟ منشفاه وطحناه، وقشر برتقال منشفاه وطحناه، وجنزبيل وزعتر وقرنفل وقرفه. حلو. وجوز الطيب حاجه بسيطه، كل ما هو ليه روايه نكهه، يعني او نكهه قويه. صح. وطحنتيهم مع بعض وبقوا 10 حاجات كده. وبعد كده كل حاجه لوحدها، وبعدين خدتهم لفه كلهم مع بعضهم. قسمتيهم على 3 برطمانات انا وانتي واختي. فراخ تتبلي، سمك، بس ما فيهمش ملح. لا 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 خالص. حلو. يعني انا احط عليهم ملح عشان يبقوا ملح مبهر، او بلاش ملح يعني احنا نملح بقى، او فلفل اسمر بقى وملح ودول. لا لا لا، ده كده بقى هندخل في بهارات، لكن دول منكهات. 10 منكهات تديكي ريحه بقى لتتبيل الفراخ والشاورما ريحه روايح حلوه كده، وللسمك. طيب حلو قوي. زي ما شفتوا البلكونه كده، هي ماما عاملاها بقالها شهر مثلا او شهر وشويه بصراحه، بعد ما الدراسه دخلت على طول الترم الاولاني يعني. اشتغلت فيها وجابت حداد، جه خد المقاسات وكده وجه ركب والكلام ده. المهم هكلمكم عن البلكونه، بس ندخل الاول في الغدا، لان احنا كنا عايزين نخرج، وماما دايما لما بنخرج بتحب تبقى سايبه الغدا معمول، عشان لما بنرجع بنبقى جعانين او ما بيبقاش في وقت اصلا نعمل غدا. فهي كانت جايبه البطه دي، عايزه اقول لكم يعني اول ما الدراسه بتدخل وبتلاقينا خلاص يعني مش قادرين نروح لها كتير عشان المدارس والدراسه والحاجات دي، بتبقى قاعده مستنيه الاجازه بفارغ الصبر بتاعه اجازه نص السنه، وطبعا اجازه الصيف برضو، فبتبقى عايزه تجيب كل حاجه تحضرها عشان لما الاجازه تيجي نروح عندها بقى، ونبقى يعني نقضي اجازه يعني طويله وحلوه كده. فهي كانت جايبه حاجات كتيره وشايلها في الفريزر، بحيث ان احنا لما نروح يبقى في حاجات كتير تقدر تعملها، من ضمنها البطه دي كانت متبلاها وشايلاها، هي جايباها من ايام الرخص يعني، مش من اليومين دول خالص خالص. فهي كانت شايلاها متبله بالشكل ده. طبعا دلوقتي في مقاطعه، انا عن نفسي بصراحه مش عارفه يعني، انا عن نفسي كده كده ما بشتريش غير اول الشهر الفراخ، فعارفه ان في مقاطعه حاليا تقريبا الناس شغاله فيها بالنسبه للفراخ والحاجات دي، عشان اسعارها مبالغ فيها بشويه. لكن البطه دي زي ما قلت لكم كده، هي شارياها مع شويه حاجات تانية من شهرين او شهر ونص حاجه زي كده. المهم ان هي برضو كانت ربنا يبارك في عمرها يعني مصبعه المحشي ده من قبلها بيوم وشايلاه في التلاجة. هو عباره عن محشي كرنب من تحت وفوقيه ورق عنب من فوق. فانا قلت لها خلاص سيبيني بقى هعمل الاكل بسرعه كده. هي طبعا يعني ما شاء الله عليها مجهزه كل حاجه، انا بس كل اللي عملته حطيت البطه في الكيس الحراري وحطيت لها ميه سخنه، ومشغلين الفرن هندخلها حالا، وهنعمل دلوقتي تسقيه للورق العنب من غير شوربه، لان يعني قلنا استسهالا هندخل البطه الفرن بدل ما نسلقها. هحط ميه سخنه وصلصه وملح وفلفل وبس كده، هم دول اللي هسقي بيهم المحشي وتمام يعني. المهم كنت عايزه ارجع اكلمكم عن البلكونه، لو عندكم اي اقتراحات نزودها، لان احنا ان شاء الله باذن الله يعني ماما عايزه لسه تطور فيها شويه يعني، نعدل في شكلها بحيث ان احنا نعمل فيها قعده كويسه دخلت رمضان برضو باذن الله، نعمل فيها تغيير حلو كده، وقعده رمضانيه بالليل لقرايه القران نتجمع فيها، والولاد يقعدوا يتجمعوا، بيبقى اجواء رمضان حلوه جدا عند بيت الاهل يعني، بيت الجد والجده وبيت العيله بيبقى جميل قوي الاجواء فيها. فطبعا ان شاء الله باذن الله هنقترح ان احنا على ماما ان احنا نبيضها، مش هنعمل شغل كبير يعني، هو اصلا بصراحه الحداد اللي عملها مبيض الحديد نفسه، بس انا بتكلم على الجدران بتاعه البلكونه، وعايزين نبعد عن القعده النجيله وكده يعني، احنا مش هدفنا ان احنا نعملها جنينه او حديقه قد ما هي تبقى قاعده حلوه كده يعني تنفع للعب اكتر. فلو عندكم اي اقتراحات ممكن نعملها للبلكونه قولوا لنا برده. بالنسبه للشوالي ان شاء الله نجيب لها شوالي للزرع، بس الحاجه دلوقتي بقت فعلا غاليه جدا، وان شاء الله يا رب كده نلاقي عروض كويسه ونجيب باسعار حلوه. المهم نزلنا، كنا ماشيين على البحر رايحين ناحيه ستانلي، كنا عايزين مكان بالنهار كده نقعد فيه الصبح حتى لو شربنا حاجه خفيفه الكلام ده. زي ما شفتوا كده انا اصلا كنت بتبل، قصدي يعني بنسوي الاكل الصبح بدري قوي، كانت الساعه 7:30 او 8 حاجه زي كده. فالمهم لما نزلنا كان الوقت بدري، كانت الساعة 10 9 حاجة كده برضو. المهم يعني كنا سامعين ان في منطقة مش كوبري ستانلي يعني هناك مشهور قوي، سلطنة ستانلي، كمنطقة للأعاد والكلام ده. المهم يعني عرفنا ان فيها فطار الصبح حلو، وسعر الفرد في الفطار 50 جنيه، فيه فوق عفوا فيه فول وفلافل وحاجات كده بقى، وبطاطس مسلوقة، طحينة، الكلام ده.
قلنا حلو المكان كويس نروح نقعد فيه احنا الاولاد، الفيو كمان بيبقى على البحر وتمام جدا. المهم ركبنا زي ما انتوا شايفين كده وماشيين بالعربية ورايحين. اول ما دخلنا المكان انا شايلة مسكه وماشيين، اول ما قعدنا وطلعنا الدور اللي فوق لا بدأنا بقى ايه نحس ان في حاجة مش مريحانا. المكان كأنه زي كافيه كبير بس مش كافيه عادي، هو عبارة عن يعني قهوة المعنى الأعم يعني، او اللي يوصف الوصف الدقيق، هو عبارة عن قهوة كبيرة وفيها مطعم وفيها كل حاجة يعني، فيها كل المشروبات والمأكولات وكل حاجة، بس طبعا الدخان فيها كان كتير جدا، الريحة كمان كانت صعبة قوي، فهي مناسبة للرجالة اكتر او يعني الناس المدخنة اكتر الحاجات دي، فاحنا ما كناش متعودين على الكلام ده بصراحة ومحسناش ان المكان يناسبنا. فقبل ما نطلب اي حاجة بصراحة قمنا من المكان. انا بوريكم كده الوصف عشان بس الكلام عن سلطنة ستانلي اليومين دول كتير ان هي فيها عروض حلوة وفطار وحاجات من دي والفيو حلو، وفعلا الفيو حلو جدا، بس لا يعني المنطقة مش هتناسب اي حد. والله مش بعيب في المكان خالص، هو ممكن يناسب غيري كتير جدا لكن انا بالنسبة لي يعني مرتحناش، او انا عن نفسي ما حسيتش بعدم الراحة، هم اللي قالولي. انا كنت شايلة مسك وملخومة بيها جدا وفجأة لقيتهم كلهم بيقولوا لا يلا نمشي، مش المكان مش عاجبنا، قلت لهم خلاص يلا بينا. انا هنا بقى كنا لسه بنقعد والفيو حلوة قوي قوي قوي، البحر لونه جميل جدا في الشتاء بصراحة، بيبقى هادي ورايق كده والهواء اليود ده بتاع البحر بيبقى منعش جدا. هنا كنا بنقعد خلاص بس قمنا في ساعتها يعني، ما لحقناش حتى نرتاح من طلوع السلم. المهم خدنا تاكسي، ما لحقناش نطلب اوبر بقى والكلام ده لان احنا يعني على سكة بحر ما فيش مكان نقف، فاخدنا تاكسي بتاع اسكندرية الاصفر ده من قدام طريق البحر يعني، ورحنا ناحية محطة الرمل، قلنا نقعد في مكان احسن يعني، او مش احسن يعني، هو بصراحة مكان عريق جدا من زمان قوي، هو تريانو. الناس القديمة بتبقى حباه قوي قوي قوي، ماما طبعا بتحبه جدا هو ودليس، بس قلنا يعني نغير المرة دي ونقعد في تريانو. كان فاضي خالص بصراحة، كان في ترابيزتين ثلاثة بس اللي مليانين، والجو كان حلو قوي، يدوب يعني شربنا حاجات خفيفة الكلام ده، والولاد اتبسطت اتصورنا كام صورة. المكان قديم جدا جدا يعني فوق ما تتخيلوا، وغير كده تحسي ان انتي فصلتي نفسك خالص عن الجو الخارجي بره بره الشارع يعني، المكان اول ما تخشي تحسي ان انتي دخلتي آلة الزمن ورجعتي بيها لورا. المكان برضو مشهور بالقهوة زي ديليس برضو زي البن البرازيلي والكلام ده، ماما طلبت شاي نعناع، والولاد طلبوا شاي بلبن، واللي طلب حاجة ساقعة، اللي طلب قهوة ونسكافيه الكلام ده بس. وروحنا على طول بالترام، عايزة اقولكم يعني الترام دي كانت وحشاني، كل لما انزل عند ماما بره العجمي لازم اركب الترام، ولو على الاقل اشوفها، مش لازم اركبها بس على الاقل اشوفها وهي معدية. هنا كنا في محطة ترام الأزاريطة والحتة دي حلوة جدا جدا بصراحة، ركبنا الترام الصفراء التذكرة بتاعتها ب5 جنيه، كانت تحفة يعني بصراحة، قعدنا كده والدنيا فاضية، والترام دي مش من النوع اللي بيتزحم قوي يعني، الزرقاء هي اللي بتتزحم جامد من ناحية الكليات وكده والمدارس والكلام ده. ده البن البرازيلي برضو اللي في وشي ده ناحية ترام الأزاريطة، بيقعد فيه طلبة كتير جدا، بس احنا ولا مرة دخلناه بصراحة، بندخل دايما فرع محطة الرمل. الخروجة يعني المرة دي ما كانتش مكلفة قوي، عادي يعني كانت في المعقول جدا، ومحبناش ان احنا نروح بأوبر او بتاكسي والكلام ده، قلنا يعني نستمتع بالسكة ونركب الترام، بتمشي واحدة واحدة كده مع نفسها، والولاد بيبقوا مبسوطين قوي، بيعدوا على اسكندرية كلها تقريبا، فمش لازم الخروجة عشان تتبسطي فيها انك تكلفي نفسك وتروحي مطاعم وتروحي تاكلي، حتى مش لازم اصلا الخروجة يبقى متضمنها الاكل، ممكن تاخدي حاجة ساقعة، ممكن تاكلي ايس كريم، والله الايس كريم في الشتاء جميل جدا يعني، هو مظلوم في الشتاء عشان بس هو بيسبب يعني احتقان في الزور وكده، بس يعني مع الحرص بيبقى طعمه حلو. المهم دي الترام الصفراء اهي زي ما قلت لكم، قليل قوي لما تلقوا حد واقف فيها يعني، في محطات معينة كده وبس. روحنا بقى وكانت ماما الحمد لله غرفت لنا الاكل، والاكل كان مستوي اصلا، يا دوب سخناه بس، والحمد لله اليوم كان جميل. مش كل حاجه والله بعرف اصورها، بس يعني حاولت اشارك معاكم يوم من الايام اللي قضيتها عند ماما. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش من دعائكم الصالح، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني. مع الف سلامه حبايب قلبي.